جمعة مباركة مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم عبر الإخبارية وتتابعونا في عدد اليوم. تأثير الألعاب الإلكترونية والجلوس لساعات طويلة أمام شاشات التلفاز على الأطفال، وعلاقة هذا الأخير بالتحصيل الدراسي، وما علاقتها بالأمراض التي تصيب الأطفال، وكيف تحضر الأسرة الأطفال للعودة لمقاعد الدراسة، وموضوع ركن الصحة في ركن جمعيات خرجات ميدانية للهيئة الوطنية لترقية الطفولة لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة للتخفيف من أثار الصدمة النفسية. نتوقف عند تقنيات التعامل مع هؤلاء ولغة الحوار المستخدمة لإخراج المتأثرين من وقع صدمة الحادثة، ونتعرف كذلك على عصام، مهندس تمكن من تطوير جهاز للتنبؤ والإنذار والإعلام بوقوع تسربات في الغازات الخطرة على سلامة الإنسان. كل هذه المحاور نفصل فيها بعد الفاصل. توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم مع مريم كاسحي. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أجواء مغاشة جزئيا ستميز صبيحة اليوم السواحل الوسطى والغربية مع نسبة رطوبة عالية ضباب، تتبع أجواء مغاشة جزئيا خلال الظهيرة على السواحل الوسطى، لكن الخلايا الرادية ستنشط بسواحل الغربية، والخلايا الرادية ستكون أكثر نشاط نحو المناطق الداخلية الوسطى والغربية خلال ظهيرة اليوم، حيث ستكون مرفوقة بأمطار أحيانا أيضا بحبات برد، يجب أخذ الحيطة والحذر. جنوبا صفاء سيميز الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، بينما أجواء مغاشة جزئيا ورعدية من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب مرفوقة بأمطار محلية على وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة التي سجلت خلال ليلة اليوم كانت معتدلة بالمناطق الشمالية، سجلنا أدنى مقياس بباتنا ب 19 درجة، وأعلى مقياس جنوبا بوسط الصحراء وأقصى الجنوب ب 32 درجة. خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى تبقى معتدلة على العموم وفصلية، لن تتعدى 31 درجة على كل السواحل، 34 درجة منتظرة بقسنطينة والجلفة، 35 درجة بتيزي وزو، 38 درجة بغليزان وشلف، نفس المقياس جنوبا بجانات، بينما ستفوق 40 درجة من شمال الصحراء نحو أقصى الجنوب لتقارب 46 درجة تحت الظل بوسط الصحراء. البحر خلال نهار اليوم بحول الله سيكون جميل على كل السواحل، رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات، أحيانا شمالية غربية على سواحل الشرقية.
جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا، أجواء مشمسة على تونس، طرابلس، القاهرة، الخرطوم، جامينة، حتى بالعيون المحتلة ونواكشوط، بينما غائمة جزئيا بنيامي، غائمة مع أمطار بالرباط. الحرارة لن تتعدى 26 درجة بالرباط، ترتفع بالعيون المحتلة لتقارب 31 درجة، 36 درجة بتونس، 39 درجة ستكون كعلى مقياس بالقاهرة والخرطوم. وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7:22. أشكركم على حسن المتابعة، يومكم طيب ودمتم في أمان الله. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. نبدأ فقرتنا من ركن صحة بعد الفاصل. إذا نتطرق اليوم إلى الصحة النفسية للتلاميذ على ضوء الاستعمال المفرط للألعاب الإلكترونية وأثرها أيضا على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي، وكيف نستطيع إخراج الأطفال من دوامة إدمان الألعاب الإلكترونية والانغماس في الفضاء الافتراضي. هذا الموضوع أطرحه لنقاش رفقة ضيفي في الاستوديو الدكتور أنس دحمد المختص في علم النفس العيادي. صباح الخير سيدي. صباح الأنوار. شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن اليوم ربما نبدأ من سؤال بسيط وربما يطرحه كل الأولياء. الطفل لما يقول بلي راح نلعب اليوم، الطفل لا يقوم بأي جهد رياضي، لما يقول الطفل راح نرفع عن نفسي فهو يتسمر أمام شاشات، مختلف شاشات، شاشة تلفزيون أو حتى شاشات الطابلات والهواتف النقالة دون القيام بأي مجهود. كما قلت، هذا الارتباط الشديد بهذه الشاشات ما هي تأثيراته على الطفل؟ ونتحدث ربما بالتفصيل تأثيرات النفسية والصحية وحتى الجسمية. أكيد. أولا نشكركم على الدعوة. ثانيا يعني يمكن القول أنه هذا وهذه الظاهرة، يعني نضعها بين قوسين، أصبحت ربما حديث العائلات الجزائرية أو حتى يعني على الصعيد العالمي، لأنه اليوم لاحظوا أن هناك اتجاه نحو التكنولوجيا، اتجاه نحو هذه الشاشات بصفة عامة، وبالرغم من إيجابياتها التي ربما تعد على الأصابع، لكن هناك سلبيات كثيرة التي قد تؤثر على الأطفال بصفة خاصة، لأن الطفل سواء من الجانب الجسمي أو من الجانب النفسي قد يتأثر ربما أكثر من الراشدين. فإذا ربما تكلمنا عن الجانب الجسمي، نلاحظ أن الأطفال الذين يقضون أوقات طويلة أمام شاشات التلفزيون أو أخطر من ذلك أمام شاشات الهواتف النقالة، نلاحظ أنهم قد يعانون من ضعف البصر، قد يعانون كذلك من ربما من بعض الأمراض الجسمية أو التي قد تؤثر على المخ أو الدماغ بصفة عامة، مثل أمراض الصرع إذا كان فيه يعني أطفال لديهم يعني قابلية للإصابة بهذا المرض. كذلك من الجانب النفسي نلاحظ أن قبل الجانب النفسي لا. ربما أنت فتحت قوس هنا، الأمراض التي تصيب الأطفال بفعل التعرض الكبير لهذه الإشعاعات المبعثة من الشاشات. أصبح لدينا مرض العصر اليوم، أصبح لدينا صداع النصفي والصداع المزمن لدى الأطفال. يعني لما تذهب للعيادات، لما تذهب ربما تتحدث مع العائلات، يقول لك أنا ابني دائما يشتكي من هذا الصداع. هل هذا ما رد لهذه الشاشات، يعني علاقتها بهذا المرض؟ نعم، ربما لست مختصا في الجانب يعني الصحي، لكن ربما يكون في تأثيرات. نعم، لديه تأثيرات من هذا الجانب التي قد ترتبط بالعين، لأنه الطفل يبصر تلك الشاشات بعينه، ونحن يعني نعرف أن هناك ترابط بين خلايا العين وبين أعصاب العين وأعصاب المخ والرأس يعني بصفة عامة. لذلك يمكن أنه يكون تأثير لهذا الشيء، خاصة وأنه إذا ما الطفل قضى ساعات طويلة أمام الشاشات الهاتفية. طيب، الهاتف. بالنسبة للشق النفسي بصدد الحديث عن التأثيرات النفسية. نعم، بالنسبة للتأثيرات النفسية ربما هي كثيرة وقد تختلف من حالة إلى حالة. ربما هناك أشخاص أو أطفال
قد يعانون من اندفاعية زائدة، هناك أطفال قد يعانون من عدوانية مفرطة، وهناك العكس. نعم، هناك الأطفال يعانون من الانطواء والعزلة والخمول. نعم أكيد، بالنسبة للانطواء أو الانطواء الاجتماعي خاصة يمكن أن يكون سببا لهذه الألعاب الإلكترونية أو لهذه الشاشات، كما قد يكون يعني الباعث أو الحافز الأساسي للاتجاه لهذه الوسائل. كذلك هناك ربما بعض من الأطفال الذين قد يعانون من إفراط الحركة، هناك أشخاص أو أطفال قد يعانون من اكتئاب خاصة إذا ما قضوا ساعات طويلة. كذلك هناك أطفال قد يصلون إلى حد الإدمان، وأعتقد أن هذا هو أخطر شيء يمكن أن يهدد بسلامة الطفل النفسية. طيب، لما نتحدث عن الإدمان، إدمان الألعاب الإلكترونية أو إدمان الجلوس لساعات طويلة أمام هذه الشاشات، كيف يستطيع ولي الأمر أو يستطيع الأولياء أن يعرفوا أنه ابنهم وصل إلى حالة إدمان، أم أنه فقط هو يروع عن نفسه ربما لظروف معينة كانت لدينا في العام الماضي جائحة كورونا وحجر صحي، والأولياء خوفا على سلامة أبنائهم الجسدية ما خليهمش يخرجوا برا، يقول لك يقعد في البيت وأمام التلفاز أحسن من أنه ينقل فيروس كورونا. متى يعرف الولي أن يفرق بين أن ابنه لديه إدمان أم أنه فقط يجلس أمام الشاشات أو يستخدم الهواتف بكثرة؟ نعم، خاصة في ظل الجائحة يعني اللي مرينا بها، لاحظوا أنه ربما الأولياء ما لقوش حلول كثيرة إلا ربما وين يعني مدوا الهواتف النقالة أو شاشات مختلف الشاشات إلى أبنائهم، نظرنا ربما لعدم إمكانية الخروج للعب مثلا خارج المنزل. أما بالنسبة لمؤشرات الإدمان، ربما نقدر نوجه الأولياء إلى ثلاثة مؤشرات أو أربع مؤشرات رئيسية. أولاً، لاحظوا أن الأطفال المدمنون أنهم قد ربما يقضون ساعات طويلة. ما نتحدث عن ساعات طويلة، كم هو الحجم الساعات؟ إذن ما نتكلموا ربما على ساعة إلى ساعة ونصف، قد تصل في حد الإدمان إلى 5 ساعات 6 ساعات على 12 ساعة. كاين ربما في حالات الإدمان الشديد وين الأطفال يقضون معظم أوقاتهم أمام الشاشات، يعني من لينوض حتى الليل، يعني في بعض الأحيان الليل ما يرقدش. وهذه هي النقطة الثانية، إذا لاحظنا أنه الطفل ربما أننا دعيناه باش يتقدم باش يعني يتناول الفطور او الغداء ديالو، نشوفوا نعم تليفون في يده، ولا اصلا هذاك الطفل ما راهوش راح يجي، ما يحبش ياكل، ما يحبش يرقد، ناديوه ما يرجعناش. هذه يعني وين الطفل نشوفوا انه يسبق الالعاب الالكترونيه او الهاتف على حاجاته البيولوجيه. هنا يمكن للاولياء انهم يتساءلوا اذا ما كان هذا الطفل مدمن، خاصه واننا نعرفوا انه الطفل لازم يتناول الغداء ديالو في الوقت، لازم يتناول الفطور ديالو في الوقت، لكن عندما نستدعيه، وهناك أخطر شيء كذلك إذا حنا يعني والأولياء استدعاوا ذلك الطفل ولا يعيطوا له، لكن هذاك الطفل ما يرجش، نحسه وكأنه منغمس في ذلك العالم، ويعني ماهوش مدرك واش راهو يحيط به. نعم، ماهوش مدرك. كذلك هناك مؤشر آخر، نشوفوا أن الأطفال المدمنين ربما قد يعانون من اندفاعية زائدة أو عدوانية، خاصة مثلا إذا ما حاولنا أننا نحول هذه الهاتف النقال عصبي. نعم، قد يعاني من عصبية وعدوانية مفرطة توصل حتى ربما الشتم أو حتى تكسير بعض الممتلكات في المنزل. ربما هذه ثلاثة مؤشرات رئيسية ليمكن أنهم الأولياء يعتمدوا عليها باش يعرفوا إذا ما الطفل أصبح مدمنا أم لا على شاشات الهواتف النقالة. طيب، أنت تحدثت عن نقطة مهمة، هي نقطة أنه لما تنادي الطفل ولا يرد، ربما هل هي مرحلة متطورة من مراحل انغماس في هذا العالم الافتراضي، وكيف ربما نحاول نبسطه، كيفاش يكون خلينا نقول تعاون الطفل يعني في هذا الواقع الافتراضي، يعني بطريقة تصويرية بسيطة كيف يتعامل هذا الطفل؟ إذن الطفل أو ربما كيف يقع عرضة لهذا الإدمان، هناك ربما سببين أو أسباب نفسية مثلا.
اللي تخلي هذا الطفل يتجه إلى هذه الشاشات كوسيلة للتنفيس أو للتعبير عن حاجات داخلية غير معبر عنها أو غير مصرح عنها في الواقع. مثلا نلاحظ أنه ربما بعض الأطفال قد يتجهون إلى الهواتف النقالة نتيجة وجود بعض المشاكل العائلية التي قد تقع بين الأولياء، فلذلك نجد أن ذلك الطفل يتجه إلى الهاتف النقال هروبا من الواقع، هروبا من تلك المشاكل العائلية، من تلك الصراعات المستمرة. كذلك هناك ربما بعض الأطفال الذين قد يشعرون وكأن صوتهم غير مسموع في المنزل، لذلك قد يتجه إلى هذه الألعاب الإلكترونية. نعم، تعبير عن الذات، خاصة تلك الألعاب الإلكترونية التي ظهرت مؤخرا، التي يكون هو البطل فيها ويكون هو البطل، وكذلك ربما هناك اتصال وتحاور مع أشخاص آخرين، ونجد أنه الطفل قد يتكلم أكثر مع هؤلاء الأقران، أقران اللاعب إن صح التعبير، أكثر مما يتكلم مع أوليائه أو مع إخوته. كذلك ربما هناك بعض الأطفال الذين قد لا يعانون من مشاكل نفسية أو المحيط العائلي ديالهم يعني يكون سوي، لكن قد يتجهون إلى هذه الألعاب يعني من خلال العادة، يعني اليوم يبدأ يلعب مثلا 4 ساعة، شغف باللعبة. نعم، شغف، وبعد ذلك يعني يبدأ يزيد أكثر فأكثر، حتى أنه هذه الألعاب موضوعة بطريقة اللي تخلي حتى الكبار اليوم لما تحدث عن البوبجي وتحدث على العديد من هذه الألعاب، الإدمان لا يخص فقط الأطفال، لدينا أباء ولدينا لديهم أبناء ومدمن على هذه الألعاب. نعم، لأنه الخاصية ربما التي تميز هذه الألعاب اليوم هي أنها مصنوعة أو خلقت بين قوسين لكي تجعل الشخص يكون عنده ذلك الشغف في الاستكشاف، في ربما رفع التحدي. نعم، في رفع التحدي، وهذا هو شيء يخلي يعني الشخص اليوم قد يقبل على هذه الألعاب بصفة كثيرة، خاصة ربما مع بعض المتغيرات اليوم التي قد تجعل سواء الطفل أو سواء الراشد قد يعاني من إحباطات مستمرة، فيتجه إلى هذه الألعاب لكي ربما يثبت ذاته، لكي ربما قد يتواصل مع أشخاص آخرين. وربما هذه النقطة أرانا نتكلم عليها فيما بعد فيما يخص ربما علاج الإدمان من الهواتف أو الشاشات عند الأطفال. طيب، ربما من خلال تعاملاتكم، أنت مختص في الطب العيادي النفسي العيادي، الحالات اللي تأتيكم، أتتكم حالات يعني لدينا الآن في المجتمع، العائلات بدأت تحس بهذا الخطر، هل هناك ربما التفاتة للأطفال، لا نديه عند طبيب نفسي نشوفه لماذا راه منعزل، لماذا راه مدمن، كيف نخرجه من هذا الإدمان؟ الحالات التي تأتيكم كيف هي؟ نعم، بالنسبة لهذه الحالات يعني اللي تأتي للمركز ديالنا، لاحظوا أنه هناك نوعين، هناك ربما أولياء اللي راهم واعيين بهذا الشيء وبخطورة هذا الأمر، وين يشوفوا أنه هذاك الطفل أصبح مدمن ولا ما يسمع لهمش ولا ما يهضرش معهم ولا ما يتواصلش معهم، وهناك ربما حالات التي قد لا تقومون تكون غير واعية بهذا الشيء، وين يعني ما تظنش أنه الألعاب هي السبب. نعم، يعني بصفة عامة نشوفوا أنه هاد الأولياء يجيبوا الأبناء ديالهم إلا بعد يشوفوا أنه رصب في الدراسة دياله ولا التحصيل الدراسي دياله يعني نقص، هنا وين يجيبوا يبدأ يتساءل لماذا يعني وليدي ولا هكذا، ومنشوف يعني أنه ربما المشكل الأساسي قد يكمن في الإدمان على الشاشات أو الهواتف النقالة أو الألعاب الإلكترونية. أنت ربما لمست أهم نقطة في هذا النقاش اليوم وفي هذا الموضوع، هو تأثير هذه الألعاب على التحصيل الدراسي. يقول لك مثلا الآن الأولياء يقول لك كل وقته راه مع هذه الألعاب وما يراجعش وما يقراش، لكن البعض الآخر يقول لك لا، مازال يراجع ويقرأ لكن تركيزه وتحصيله الدراسي تراجع، ما هي الأسباب العلمية؟ الأسباب العلمية يقولوا إذا ما زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده. هناك ربما بعض الألعاب الإلكترونية التي تساعد الطفل على التركيز على التحليل، وهي ألعاب ربما تربوية التي وضعت خصيصا لتنمية المهارات والقدرات المعرفية الخاصة بالطفل، لكن ربما هناك ألعاب خاصة تلك التي تشجع على العدوانية، مثلا ألعاب حربية أو ألعاب القتال،
ربما هذه الألعاب التي قد يكمن الخطر فيها لأنها تشجع الطفل على العدوانية وتشجعه على الاندفاعية، لكن في المقابل لا تطور قدراته المعرفية التحليلية. والطفل كما قلت لكم يعني سابقا، الطفل شخص هش لانه مازال ما نضج، الجسم ديالو مازال ما نضج، الدماغ خاصه ديالو مازال ما نضج، لذلك فهو شديد التاثير بهذه الافعال او بهذه الالعاب عفوا. لذلك نلاحظ انه قد ينغمس في هذه الالعاب ويتناسى الواقع او ينسى الواقع بصفه غير شعوريه ولا اراديه. لذلك نلاحظ من الجانب العلمي كيف نفسر انه التحصيل الدراسي قد يتراجع بالنسبه للاطفال المدمنين على هذه الالعاب. نلاحظ انه الطفل يبحث عن كل ما هو تفاعلي، عن كل ما هو جديد. في المقابل نلاحظ أنه عندما يعني يقولوا له روح تقرأ ولا روح تراجع، يعني هذه أمور بديهية، أمور كلاسيكية، وين ما يقدرش يعني يعاود يولي يخلي هذيك اللعبة اللي فيها عالم افتراضي اللي يخليها تواصل اللي يخلي فيها تفاعل يدخل عالم آخر. نعم يدخل عالم آخر، بعد ذلك يعاود يولي للقلم وللسيالة وللكراس. يعني نلاحظ أنه هنا الطفل يضع مقارنة، يضع بين الكراس مثلا وبين اللعبة يضعهما في كفتين من الميزان، فترجح كفة الألعاب الإلكترونية والشغف، لذلك فهو يتغافل عن الدراسة. طيب ربما قبل أن نواصل النقاش في النقطة المهمة جدا وهي كيفية انتشال الأطفال من الإدمان، نشترك معنا في نقاش سيدة سامية صالحي وهي رئيسة جمعية لمسة أمل. صباح الخير سيدتي. صباح الخير سيدي الكريم، وصباح الخير للضيف الكريم معكم. شكرا جزيلا لك. إذن ربما تابعتي هذا النقاش الدائر هنا في الاستوديو حول تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال وعلى التحصيل الدراسي للتلاميذ. أنتم كجمعية ربما نتحدث عن ما هي مهمتكم، ما هي أهدافكم، ما هي ربما المرافقة التي تقدمونها لهذه الفئة، فئة الأطفال، هذه الفئة التي تحتاج رعاية خاصة ليس فقط في المنزل، في المنزل والمدرسة والمحيط الاجتماعي. السلام عليكم، معكم لمسة أمل، جمعية ولائية للشباب للطفولة، شباب الطفولة. جمعية شباب كجمعية حنا واش نديرو؟ بس كنا نركزوا على الطفولة. كما قال الأخ، مشكلة على الإدمان على الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة كالهواتف النقالة أصبحت يعني خطرها ربما كخطر المخدرات، يعني ما كاش يعني فرق كبير. واش نديرو حنا كجمعيات؟ عندنا أيام تحسيسية، نديرو أعمال يومية، أيام تحسيسية للأولياء باش يرافقوا ولادهم ويحاولوا كيفاش يعالجوا هذا المشكل. كما أننا بالنسبة للأطفال واش نديرو؟ نديرو ورشات. ورشات هذه فاش سواء في الرسم، سواء في الأعمال للأشغال اليدوية كالرسم على الزجاج، على القماش، على هذه الأشغال اليدوية اللي تخليهم يخرجوا شوية من عالم التكنولوجيا وعالم الألعاب هذه. اللي احنا واش لاحظنا يعني كاين أولياء جاونا كما قال الأخ، أنه كاين أولياء أطفال كانوا يعني ما شاء الله في التحصيل العلمي تاعهم، لكن بعد الإدمان على هذه الألعاب وهذه الهواتف النقالة والتكنولوجيا الحديثة التحصيل تاعهم نقص بزاف. واش نقص بزاف؟ لأنه التركيز نقص، التركيز ضعف، التركيز تاع التلميذ ولا الطفل عاد عايش يعني في عالم آخر. يعني تشوفوا في كي يكون تقول له احتقرا ما يتحمش يجي يقرا كيما تقول له هكا تلعب. هذا واش لاحظنا. طيب انت تحدثتي عن انشطه، تحدثتي عن الرسم، تحدثتي ربما عن بعض الحملات التحسيسيه التي تخص الاولياء، وهذا مهم جدا لكي يدرك الولي يعني اي مرحله وصل اليها طفله، اي مرحله ربما قد يكون فيها الطفل من الادمان. نتحدث ربما كرساله اخرى نوجهها للاولياء، كيف يجب ان يكون تنظيم اليوم بالنسبه للطفل؟ يعني كيفاش نقسموا اليوم بالنسبه للطفل من حيث انه يكون يمارس الرياضه، من حيث التغذيه السليمه، يعني كي نمنعه من الادمان على هذه الالعاب الالكترونيه بطريقه ربما صحيه. شوف انا ونعود شويه للوراء، يعني الجيل تاعنا كيفاش تربى؟
في وقتنا ما كانش هواتف نقاله، ما كانش تكنولوجيا. كيفاش كان يعيشوا اي طفل؟ كيفاش كان يعيش؟ كان يعيش مع العائله تاعو، كان يدير رحلات ترفيهيه، كان ترى كان الطفل كان يلعب. لا دوكا الطفل ما راهوش يلعب، يعني الالعاب تاع بكري كنا نشوفوها احنا نلعبوها يعني في 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 في, في حياتنا اليوميه كاطفال. الان دوكا ما كانش هذيك الالعاب. والله صدقني يعني امس البارح كنا في يعني جلسه مع بعض الجمعيات كنا نهضروا في هذا الموضوع، علاش اختفت الالعاب تاع بكري اللي كانوا يلعبوها سواء البنات ولا يعني الذكور. الان تلقى بنت ولا طفل شاد السمارت فون تاعو طول لا جورني، نهار كامل هو شاد السمارت. انا واش نقول الاولياء؟ اولا حتى انا باش تنحي النصيحه انا شفتها مع يعني مع عائلتي ولا اولاد خويا ولا اختي، ما تنحيلوش الهاتف يعني ضربه واحده، لازم تعطي له شغل برنامج، تغير له البرنامج بطريقه ذكيه، لانه ما لازمش تنحيو له كواحد مدمن ما غاديش تنحيو يعني هذيك الحد اللي مدمن عليها يعني فجاه، يعني لازم تخليه تنحيو تدريجيا. اذا كان يستعمل الهاتف هذا ثلاث سوايع اربع سوايع خلي له زوج سوايع، ما تخلي له ساعه، ما تخلي له نص ساعه هكا الطفل هذا. وهذاك الوقت اللي كان يستعمله في ثلاث سوايع الباقيين اعطي له سوايع ديال الرسم، سوا خليه يروح يلعب مع الاطفال يعني في منتزهات ولا خذوا يعني رحلات ترفيهيه ولا، باش يبقى ينسى نتسوه شويه بالعقل نتسوه في هذه الالعاب ولا الادمان على الهواتف النقاله. طيب السيدة سمية صالحي رئيس جمعية لمسة أمل، شكرا لك على هذه المشاركة وهذه النصائح التي وجهتها للأولياء. إذا أعود إليك هنا دكتور أنس، يعني من الناحية النفسية من الناحية الصحية، يعني كيف تكون عملية انتشال الأطفال من هذا الإدمان وإعادة تنظيم الوقت ربما كرسالة لنختم بها هذه الفقرة، لتصل الرسالة لكل عائلاتنا وكل الأولياء للحد من انتشار ربما هذا الإدمان وسط العائلات؟ نعم، ربما نقدم مجموعة من النصائح التي ربما ستكون ملخصة وقصيرة نظرا لضيق الوقت. أولا لابد على الأولياء أن يعززوا قنوات التواصل أو التحاور مع الأطفال ديالهم. كذلك يعني نصيحة اللي نقدر نقدمها للأولياء أنهم يسألوا هذا الطفل المدمن على الألعاب الإلكترونية واش راه يعني يجد، ماذا يجد في هذه الألعاب الإلكترونية؟ هل هو بحث عن تحقيق الذات؟ هل هو بحث عن مشاركة مع أقران وهكذا؟ كهذا حتى يعني ربما نستطيع أن نحقق البديل. نعم أن إيجاد البديل ونحقق هذه الحاجيات في الواقع. كذلك يجب على الأولياء أن يدركوا أن الإدمان أو الإقلاع عن الإدمان قد يأخذ وقتا. مثلا هناك قاعدة لتقول أنه الشخص الذي يدمن على هذه الألعاب الإلكترونية قد تتغير تركيبة المخ أو الدماغ ديالو، فربما هناك يعني ترابطات بين الخلايا العصبية متعددة، لكن الإدمان على هذه المخدرات أو عفوا على بمثابة المخدرات أو على الألعاب الإلكترونية قد تغير من هذه التركيبة. لذلك الدماغ الإنسان ربما قد يأخذ 21 يوما لكي يغير من هذه التركيبة، يعني نعطيهم الوقت الكافي. كذلك يحاول الأولياء أنهم يخلقوا عادات جديدة بديلة التي بها قد يستطيع الأطفال أن ربما يتغلبوا على هذه العادات الإدمانية. كذلك يجب أن نحبذ أو يحبذ أن نشجع الأطفال على ممارسة التمارين أو الأنشطة الرياضية التي يعني مع مرور الوقت قد تجعل الطفل يتغلب على هذا الإدمان. وربما لدينا هذه في العائلات الجزائرية، لدينا يعني الطفل بمجرد ما يبلغ ربما 4 أو 5 سنوات الأب يديه ربما لممارسة أنشطة رياضية، وهذا أمر ربما يجب أن يعم، يعني الطفل معليش نشوفه ميوله أين يكون ويمارس الرياضة. نعم هذا أكيد ربما. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور أنس أحمد المختص في علم النفس العيادي. إذن مشاهدينا الكرام نمر مباشرة إلى غرفة الأخبار وموجز التاسعة. موجز لأهم الأخبار من الإخبارية الجزائرية، أهلا بكم.
المستهل بملف التعاون وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، استقبل أمس من قبل الرئيس المالي أسيمي غويتا. رمضان العمامرة أبلغ الرئيس المالي التحيات الأخوية والرسالة الشفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وشكل اللقاء فرصة لاستعراض آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو ودعم عملية السلم والمصالحة الوطنية، فضلا عن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء. هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أجرى محادثات مع نظيره المالي عبد الله ديوب رفقة وزير المصالحة الوطنية المالي إسماعيل واقي. وخلال اللقاء تم التأكيد على تعزيز الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية وإضفاء ديناميكية جديدة على مسار السلم والمصالحة الوطنية. كما تم بحث القضايا المشتركة على مستوى القارة وتسجيل تطابق في وجهات النظر والمواقف حول مختلف القضايا الراهنة. مالي يمر بمرحلة انتقالية لها تحدياتها الخاصة وكذلك لها آمالها، والجزائر تقف إلى جانب مالي الجمهورية الشقيقة. قبل 15 يوما اجتمعنا في الجزائر في إطار اللجنة الاستراتيجية الثنائية، وعبرنا عن رغبتنا المشتركة لتوسيع الشراكة وتطوير آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين. اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يبقى الاتجاه الذي يجب اتباعه لخروج مالي من هذه المرحلة التي ميزتها الاحتكاكات وعدم التفاهم بين الأشقاء في البلد الواحد. الجزائر كانت دائما مصدر سلام في المنطقة. هذه الزيارة تندرج في إطار الإحاطة بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاون معا. نحن ممتنون للجزائر على الاهتمام والتعاون متعدد الأشكال، وكذلك التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الشقيق والجار، وهي فرصة باسم رئيس المرحلة الانتقالية لنعلن تضامننا مع الجزائر التي عرفت مؤخرا حرائق دمرت غابات وأوقعت عددا كبيرا من الضحايا. وضمن سلسلة اللقاءات التي سيجريها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلال زيارته إلى مالي، سيجري رمضان العمامرة بصفته قائد الوساطة الدولية اجتماعات مع الفاعلين الرئيسيين لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حيث سيجتمع أيضا العمامرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي منوسما، وكذلك مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرفت أمس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية تيزي وزو، أشرفت على تقديم التعويضات التي قررها رئيس الجمهورية للعائلات المتضررة من الحرائق. العملية تأتي تجسيدا لقرارات السيد الرئيس في التكفل السريع والفوري بعائلات الضحايا. كما أشرفت السيدة الوزيرة على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة القرى والمداشر المتضررة جراء الحرائق. فتنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص إعانات مالية لعوائل ضحايا الحرائق الأليمة بمقدار 100 مليون سنتيم لكل عائلة، نحن اليوم بينكم من أجل الشروع في تسليم هذه المنح عبر الولايات المعنية بذلك، والتي سيتم تسليمها على مستحقيها والعينة من ولاية تيزي وزو، فضلاً عن منحة الوفاة الممنوحة من صناديق الضمان الاجتماعي وفقاً للأحكام التنظيمية المعمول بها.
وبولايه بجايه ولايتي بجايه وصيف تم تقديم المنح الماليه المقرره لفائده العائلات ضحايا الحرائق الاخيره التي شهدتها المناطق المتضرره في انتظار تعويضات اخرى عن الخسائر الماديه. المبادره تدل على التكفل التام ووقوف الدوله مع المتضررين من الحرائق. الآن وخلال ندوة صحفية نشطها أمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد لإحاطة الرأي العام حول آخر ما توصلت إليه التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد جمال بن إسماعيل، حيث أكد النائب العام أن المرحوم كان من بين المواطنين المتطوعين لإخماد الحرائق ليتعرض إلى جريمة بشعة تضاف إلى بشاعة الحرائق المهولة والمفتعلة التي تسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة. النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر سيد أحمد مراد كشف أيضا أن التحقيقات مكنت من تحديد هوية 29 شخصا يوجدون في حالة فرار، تم إصدار مذكرات توقيف دولية في حق البعض منهم وعلى رأسهم رئيس حركة الماك الإرهابية والانفصالية. سيد أحمد مراد تطرق إلى أهم ما تم اكتشافه خلال التحقيقات التي أثبتت وجود العنصر الأجنبي في التدبير للواقعة والتخطيط والترويج لها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار. في إطار التضامن الدولي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، وصلت أمس إلى الجزائر شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية للتخفيف من آثار الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن. المساعدات تم استلامها من طرف الهلال الأحمر الجزائري وتعكس الروابط الأخوية والتعاون الإنسانية. ولله الحمد، وصلت أمس الطائرة الأولى وتحمل المساعدات الإنسانية المكونة من المواد الإيوائية وأيضا بعض المواد الغذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية الطبية لمواجهة الكارثة. اليوم لله الحمد استلمنا الطائرة الثانية وهي استكمالا لهذه المساعدات. فريق مركز الملك سلمان سوف يبقى هنا في الجزائر لمدة أخرى لمناقشة الأخوة والزملاء في الهلال الأحمر الجزائري للاحتياجات المستقبلية والآثار الناجمة عن هذه الكارثة. نتقدم بالشكر أولا لمؤسسة الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية لهذه الهبة التضامنية التي تنم أولا على الروابط الأخوية وكذلك في إطار كذلك التعاون في العمل الإنساني ما بين مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة. وفي إطار علاقات الصداقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وضمن جهود مكافحة تفشي وباء كورونا، وصلت أمس إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين شحنة من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر ب 604,800 جرعة. هذه العملية تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والتضامن خاصة في الأزمات. أنا جد سعيد بوصول أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح جونسون أند جونسون إلى الجزائر. هذه الهبة مقدمة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة الجزائر في محاربة فيروس كورونا. اللقاح عبارة عن جرعة واحدة فقط. قمنا باستلام اليوم 604,800 جرعة من لقاح جونسون جونسون للمخابر الأمريكية، وهي هبة. ونشكر الولايات المتحدة على هذه المبادرة، وهذه الكميات سوف تأتي لتعزز برنامجنا في التلقيح خاصة قبل الدخول الاجتماعي، خصوصا أنه هو لقاح نقوم بتلقيح جرعة واحدة عوض جرعتين لكل واحد ليستفيد من هذا اللقاح.
وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد تم تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 392 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، في الصحراء الغربية شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة استهدفت من خلالها تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد والمحبس حسب بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. شرق أوسطيا، وفي فلسطين المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فلسطينيين اثنين بينهما طفل من القدس المحتلة والضفة الغربية وآخرين في وقت سابق غرب جنين وشرق مدينة الخليل. كما اندلعت مواجهات في دير نظام أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، هذا فيما طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، طالبت سلطات الكيان الصهيوني بإجراء تحقيق في استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرق نابلس شمال الضفة الغربية. أخيرا، وفي المشهد الأفغاني ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري المزدوج بمطار كابول الذي خلف عشرات القتلى والجرحى وقت اصطفاف آلاف المدنيين استعدادا لعملية الإجلاء، ارتفعت إلى 13 قتيلا في صفوف الجنود الأمريكيين و18 جريحا، ما أثار هلعا كبيرا أياما قليلة فقط قبيل نهاية المهلة المحددة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وإثر هذا توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة مدبري هذا الانفجار الانتحاري الذي استهدف عناصر من قوات بلاده والذي يعد الأكثر دموية منذ العام 2011، مؤكدا في الوقت ذاته بمواصلة عملية الإجلاء. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة بحول الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم حتى الساعة 10 صباحا بفقراتنا ومواضيعنا. وبعد الفاصل ضيف الصباح. نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خرجة ميدانية لولاية بجاية لفائدة أطفال البلديات المتضررة من الحرائق الأخيرة لمرافقتهم بهدف التخفيف من آثار الصدمة النفسية. للتعرف على تفاصيل هذه الخرجة الميدانية أهميتها للتنفيس عن الأطفال المتأثرين بفعل الحرائق الأخيرة، أسعد باستضافة السيدة عايدة مشري رئيسة الدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. أهلا بك. أهلا وشكرا. شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن لو نبدأ نتحدث عن تفاصيل هذه الخرجة الميدانية، كانت بالتنسيق مع من رافقكم فيها والبرنامج الذي كان مسطر؟ الخرجات الميدانية هي في الحقيقة في قلب عمل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. أكيد. منذ بداية الأحداث كانت سيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنشأت الخلية اللي هي كانت تضم إطارات الهيئة الوطنية، وعلى غرارها تم اتخاذ عدة قرارات من بينها توسيع مهام خلية تلقي الإخطارات، لأنه الخلية أو الموظفين الخلية كانت من مهامهم الأولى هو رفع إخطارات عن المساس بحقوق الطفل أو عن تواجد الطفل في حالة خطر. فأصبح
أصبح من الواجب توسيع المهام إلى الإصغاء، المرافقة، إلى استعمال كل تقنيات الإصغاء في حالات الكوارث وحالات الصدمة. وهذه واحدة من التجارب اللي عشناها، على غرارها التجربة اللي كنا عشناها في جائحة الكورونا اللي فرضت علينا أننا نعملوا على تكوين موظفي خلية تلقي الإخطارات اللي هم أغلبيتهم أخصائيين نفسانيين، إلى جانب القانونيين في الإخطار، المرافقة، في إعطاء المعلومة، في مساندة العائلات، في تعزيز وتفعيل شبكة المجتمع المدني اللي هم من خلالهم أصبحت المساعدات تصل إلى العائلات. الظرف الحالي مع الحرائق ومع الاتصالات نتاع العائلات والأطفال، السيدة المفوضة اقترحت أنه تكون عمليات ميدانية تقربا للعائلات من جهة، من حيث أننا نتقرب للمتضررين مباشرة، من جانب آخر هو مرافقة المهنيين في الميدان. أنت تعرف أنه منذ اللحظات الأولى كانوا الكثير من المهنيين اللي بدأوا العمل تاعهم الميداني في مرافقة الأسر، وتواجد نتاعنا هو دعم لهذه الفئة من المهنيين اللي يحتاجوا إلى سند، يحتاجوا إلى تكوينات في المستقبل، يحتاجوا إلى رفع انشغالاتهم، النقائص نتاعهم. الهدف نتاعنا الأول هو أننا نعزز للرقم الأخضر المجاني، حتى أنه الأشخاص اللي ما يكونوش على قرب واللي ما يكونوش عندهم مهنيين اللي يقدروا يساعدوهم مباشرة، الهاتف الأخضر المجاني بحكم أنه الاتصال فيه مجاني، بحكم أنه الأخصائيين النفسيين في الإصغاء ممكن مساعدة الأشخاص اللي كانوا يحتاجوا إلى نضج الطلب. طيب، ربما هذا الرقم الأخضر 11-11 ربما كان هو رقم مخصص للإخطار في حالة تعرض الأطفال إلى أي ممارسات أو أي خطر، تم تكييفه ربما للتبليغ عن الأطفال الموجودين في خطر ربما نفسي بفعل هذه الحرائق الأخيرة. تلقيتم اتصالات ربما من المناطق المتضررة، اتصالات حول وجود وضعية نفسية صعبة للأطفال، ما هي فحوى المكالمات؟ أولا الأطفال بشقيهم، الأطفال العاديين بسلوكاتهم المختلفة، فرط الحركة، الأطفال اللي اليوم هذا بالنسبة للأيام العادية، بالنسبة للأيام العادية اللي هم أطفال عاديين، أنهم يتواجدوا في ظرف أزمة يطلب أنه ولا فرض على الأولياء أنهم يطرحوا الكثير من الأسئلة، كيف يمكنني أن أعطيهم الأجوبة الصحيحة، كيف يمكنني أن نرافقهم، ما هي النشاطات اللي ممكن نقترحها عليهم في البيوت. الأطفال كانوا الكثير منهم أنهم افترقوا على عائلاتهم وتواجدوا في مراكز مخصصة ولا في مدارس اللي كانوا غيروا الأماكن نتاعهم، في الكثير من الأباء الأمهات كانوا متحيرين على الأساليب، كيفاش نتعامل معاه، كيفاش نصب كيفاش نسمع له، ما هي التقنيات، فكانوا يعبروا الكثير على احتياجاتهم لإيجاد الآليات ولا اللغة. ربما الأولياء ما قدروش يفرقوا هل الطفل تحت الصدمة أم لا، يعني هل تغير سلوكه لم يتغير. يعطيك صحة. من جانب آخر كانوا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وانت تعرف أنه في الظرف اللي يكون عندنا كل الإطار واللوازم ويكون عندنا الإمكانيات يصعب علينا التواصل تعامل معه، فما بالك إذا تواجدوا في وضعيات اللي هم يحتاجوا إلى مرافق خاص، إلى دعم، إلى حفاظات، إلى أدوية، إلى مساعدات أخرى. الصرخة كانت تأتي إلى طلب المساعدات مباشرة، الصرخة كانت إلى العائلات المتضررة اللي كانت في كثير من الأحيان ما يعرفوش المراكز أو المناطق اللي يتوجهوا لها، بمعنى أنه من أين يجدوا الدعم، يعني كانوا في حاجة للتوجيه، كانوا في حاجة إلى التوجيه، وهذا سمح للسيدة المفوضة أنها تشرف على تفعيل شبكة المجتمع المدني، على رأسهم جمعية إقراء في بلدية أقبيل اللي كانت حضرت إلى جانب الكشافة الإسلامية اللي هما أعضاء في شبكة المجتمع المدني، تكريمة للأطفال، بمعنى أنه خلق الاحتفالية يسمح أننا نزرع الفرحة، أننا نضع ورشات إلى الرسم، نبحث عن الإبداع، نبحث عن اللغة، نبحث عن الكلام الغير منطوق، لأنه الأشخاص اللي بحكم أنهم متواجدين فما عندهمش الصبر على السماع، فتواجدنا بمختلف التقنيات، اللعب، الرسم، الورشات على الأشغال اليدوية، الإصغاء هو اللي هدف
امتصاص الانفعالات ولا الاساليب الاحاسيس، وهذا الشيء اللي هو داخل في مهام الاصغاء ومهام النفسانيين اللي كانوا في الميدان. هذه الخرجه كانت الاولى نحو بجايه، ام في خرجات اخرى وما هي الخرجات المبرمجه؟ هو في الحقيقه بلديه اقبيل مع ولايه تيزوز وكانت عندها النشاط نتاعها والمجتمع نتاعها، وكانت اثمرت على توزيع الجوز واثراء الاحتفاليه، فيما بعد تتالت الى بلديه الى ولايه بجايه بلديه دائرة يروح للأسمع بالمقر بالذات أي سيدي علي، بلدية اللي نشطت فيها جمعية الفنان الورشات نتاعها في المدرسة نتاعها، وكان هذا برئاسة جمعية ترأس جمعية كفل اليتيم لولاية بجاية اللي كان عندهم نشاط كبير في الولاية، هما كانوا من السباقين للمساعدات لإيجاد الأشخاص الفاعلين اللي يتقربوا للأطفال. التواجد نتاعنا هو كان دعم لكل هذا المسار، ولكن كان بالتنشيط كذلك للورشات الرسم في مختلف البلديات، وكان الهدف منه هو كذلك انه السماح للاطباء المتخصصين في الطب العقلي للاطفال انهم يكون عندهم قراءه ميدانيه مباشره اللي يستطيعوا من خلال السلوكات تاع الاطفال من خلال تفسيرها اننا نسطر. هو في الحقيقه قبل ما نصل الى التفسير، لانه فيما بعد في اللقاء مع السيد الوالي واللقاء مع السيدة المفوضة فيما بعد كانت التفسير لكل الاستبيانات اللي قدموها في الميدان في الفحص، يعني مقابلة مع الطفل مباشرة أو في عمل الورشات والأفواج. ولكن يهمني أننا نقول لك أن كنا في الإصغاء للقراءة بين السطور، لأنه أنت تعرف السلوكات تاع الأطفال مش اللي ياخذوا الواجهة، ولكن صعب تفسيرها، ما يقدرش يعبر عليها، ما يعرفش، ولكن عندها لغة متميزة. الأطباء اللي كانوا معنا كانوا متمرسين وهم ذوي خبرة من اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، اللي خلتنا أننا نستعمل كل قدراتنا في أننا نستقطب أكبر عدد ممكن نرفعه إلى الجهة المعنية، أننا نسطر قوائم للأطفال اللي كانت عندهم الأعراض اللي تستلزم التدخل السريع. طيب في هذه النقطة، في نقطة الأعراض بعد تدخل الأطباء وبعد المعاينة الدقيقة من طرفهم، وبعد ربما أيضا تدخل الجمعيات وتدخل تلك الورشات ورشات رسم، كيف وجدتم الأطفال؟ يعني حالات التأثر، هل هناك حالات صراحة تستدعي إلى برنامج للمرافقة والتكفل؟ كيفاش كانت الحالات؟ شوف، بالنسبة للتجارب الميدانية من خلال كل ما عملناه في الهيئة الوطنية، كانت دائما الحالة في الأزمات ولا في التوتر كان الغالب عليها الكثير من الحزن ولا الكثير من الكآبة، اللي كنا الفرح كنا دائما نبحث عن طاقتنا الإيجابية لمدها. العمل مع أطفال المناطق الجبلية والأرياف كانت مغايرة تماما، انك تروح من المدينة ومن العاصمة وتصل الى القرى اللي هي نعتبرها بعيدة عن المناطق الكبيرة اللي فيها المؤسسات، سمحت لنا ان نجد واحد الفرح في عيون والترحاب، واحد القبول، واحد السعادة في انهم يمحيوا كل انفعالات في الواجهة نتاعهم. كان حتى العائلات تستقبلونا في بيوتهم بواحد الثقة كبيرة، ولا ربما نقول لك في المدن أو في مجتمعات أخرى في مناطق أخرى يكون ولا ربما وقت لكسب الثقة واللي تعرف عليهم واللي، فاحنا اختزلنا كل هذه الفترة اللي هي مبدئية لربط العلاقة في كرمهم، في فرحهم، في تقديرهم للتضامن، حتى هما ربما في مرحلة ما عندهمش وش يقدموه، لكن سعادة في وجوههم حتى في المؤطرين نتاعهم والجمعيات، وأسطر الاستقبال نتاعهم والتأطير نتاعهم لعملنا الميداني، خلانا نحسوا أننا مجبرين على أن نعطوا كل ما لدينا في الإصغاء لهم. ولكن بعد فترة كان من السهل على التقني لما يكون واحد متمرس في الميدان وعنده الأدوات والآليات للإصغاء،
الرخاء كان من السهل أننا نعرف الأطفال اللي كانوا يحتاجوا إلى الدعم. الكوابيس الليلية، الانعزال، الدموع اللي كانت مباشرة بعد الرسومات، الارتباط الشديد، كانوا بزاف اللي تلقى المدرب مع المجموعة نتاعه أو فرد الكشافة مع المجموعة نتاعه صعيب أنه ينعزل عليهم خوف من العزل. هو خوف. وهذه هي القراءة اللي ربما رفعناها في الاستبيانات اللي كان البروفيسور اللي كان معايا في الفريق اللي نشكرهم على رأسهم سيد بيكو اللي هو في اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل اللي رأسها البروفيسور تابتي، خلانا أننا نكون متواجدين بسرعة أننا نقرأ ليس فقط الأعراض لأنه هذا جانب ولا ربما سبقونا له الأولين، كاين فرق لأنها أنشأت الكثير، ولكن الجانب الآخر هو البيانات نتاعهم، الأرقام الهاتفية، لأنه كل ما نحن نصب إليه لبناؤه هو آني، الهدف نتاعنا هو المستقبلي، كل حالة الصدمة تأتي فيما بعد، لأنه بعد هذه الحملات التضامنية والقوافل، بعد عودة الأفراد إلى ديورها، بعد الفراغ هو اللي يرجع الحزن، يرجع الفراغ والحرمان. ثم العودة للبيوت، ربما كاين أطفال ما همش في البيوت الآن، الناس اللي تحرقت المنازل تحرم. أنا كان لي تجربة أني شفت البيوت محترقة وشفت المتطوعين اللي يبنيوا فيها واللي يساعدوا في الأباء، يعني الصورة مش سهل أن نعبر لك عليها بالسواد والحرائق، ولكن وجود الشباب وأنهم يعملوا العائلات، المساعدات اللي كانت توصل بحضورنا، المؤطرين وممثلين مؤسسات الدولة اللي كانوا معنا اللي كانوا يشوفوا كيفاش العطاء هذاك نتاع الأشخاص اللي كان مبني، خلاني نشوف أنه مدامنا اليوم موجودين معهم يأتي غدا وين رايحين يعتمدوا على قدراتهم، يجب أن نطمئنهم ونبلغهم أننا متواجدين، ولا ربما ليس من خلال الحضور، نتمنى أنه تكون لقاءات أخرى وبرامج أخرى للسيدة المفوضة تبرمج لها اليوم مع الفريق العامل، ولكن على الأقل أننا نستثمر في الرقم الأخضر المجاني اللي هو واحد من الآليات الموضوعة اللي هو بمجانيته يسمح أنه يكون في خدمة الطفل، وإحنا اليوم من خلال اتصال الأطفال يقدر نقول أنه رقم أخضر مخصص للطفل اللي يقدر أنه يعبر عن انشغاله، نفسانيين اللي معايا يقدروا يبسطوا كلامهم ويهدؤوه ويروحوا في اللغة نتاعه إلى أبسط العبارات اللي من بالدرجة نتاعنا وبالقبلية نتاعنا وبالأسلوب نتاعنا البسيط، نعطيه حنان الأم ونعطيه ما يحتاج، نعطيه الاطمئنان أنه فيه شخص محايد يسمع له ويقدر يوانسه وين القريب له ولا ربما من تضرره. فيه اتصالات الأطفال؟ لم تتوقف ونصبروا يعني يحفظ الرقم ويعيطوا هو ليهضر ونصبروا الموظفين نتاعنا على مرافقة هذه الفئة، لأنه في الأطفال تعرف أنه الطفل بذكائه يجرب ما يعطيكش المعلومة مباشرة عكس الراشد اللي ولا ربما عنده الخبرة في التواصل مع الغير مباشرة، يعرف أسكل وهل الطبيب اللي مرافقه يستطيع أن يعطي له شيء ولا لا، الطفل يستعمل كذبة صغيرة، يستعمل حكاية صغيرة، يفبركها على أساس أنه مش هو صديقه، على أساس أنه شاف ومش هو اللي عايشها، حتى يطمئن إذا كان تبلغ والديه ولا لا، إذا كان فكل هذه إحنا متدربين عليها أننا نرافقه إلى كسب ثقته، إلى أنه يعرف أنه يمكن أنه يتحدث بكل ثقة إلى أن نصل إلى درجات الإخطار. أنت تعرف أنه لما يختلط الحابل بالنابل ويختلط العائلات وتتفك ممكن أننا نصيب أطفال اللي يتعرضوا إلى إساءات تحت التهديد، تحت الخوف، تحت طابوهات المجتمع، تحت الممنوع، تحت تربية نتاعنا اللي هي مختلفة، ممكن أنه يحشم أو يخاف أو من العواقب نتاعها أنه يقولها. هذا ما يدفعهم دائما للسكوت، يعني الطفل ينطوي وينعزل ويسكت وهو ضحية في كثير من الأحيان، خوفا من المجتمع، خوفا من الولي الأمر، خوفا من أمور كثيرة. لغتنا هي لغة السكوت. كيف يمكن لي من خلال الهاتف في كثير من الحالات يتصل بكم ويقول حتى كلمة، وإحنا نعرفوا أنه وراء الهاتف كاين شخص يسمع لك ويطمئن للصوت، نطمئنه، نقول رانا هنا يا موجودين، نصغي إليك، تتكرر العمليات. كل هذا العمل أنا أثني على مجهودات موظفي خلية الإخطارات اللي هم عندهم صبر آخر. المقابلة، الأخصائيين النفسيين اللي يخدموا في المقابلة عندهم الصورة والصوت، عندهم الإطار نتاعهم اللي يحميهم، ولكن في الهاتف هو فراغ، هو اللي يخلينا نتواصل عن بعد، وهذا الشيء اللي لاحظناه في كل خرجات الميدانية اللي كانت قامت بها السيدة المفوضة، في كل حملات التحسيسية اللي يقوموا بها، كل منطقة تصل إليها الحملات التوعوية نجد مناطق تم الاتصال
من أطفال تمرست، مناطق القبائل اتصال من أطفال القبائل اللي خلتنا نشجعوا الموظفين تاعنا على التكلم بلهجتهم بلغتهم. منطقة الشرق كذلك كان الأطفال، فكل منطقة عندها الخصوصية نتاعها إلى جانب الراشدين اللي معها إلى جانب المهنيين. لا أنقص من أهمية الاتصال نتاع المعلمين الأساتذة اللي كانت في فترة التمدرس مبليغي. إلى الأطباء اليوم اللي هما أو الممرضين. جائحة الكورونا خلتنا أننا نتقربوا للأشخاص اللي كانوا يعالجوهم، اللي كانوا يصيبوا معهم الكثير من الصعوبات اللي في التواصل في المساعدة، في اللي كان الإساءة لهم كانت من خلال الأثار نتاعهم، أثار نفسية وكذلك أثار جسدية اللي كانت تلزم على المهنيين أنه يبلغ. اليوم الحملات نتاعنا التوعوية، التنقل نتاعنا إلى الميدان لهذه العائلات، أصبح أنه من جانب أننا نصغي لهذه العائلات، تقديم كذلك العزاء للعائلات المضرة على غرارها آخر زيارة لولاية بجاية، ولكن من جانب آخر الإصغاء للمهنيين، إدماجهم، التشجيع على الانضمام إلى شبكة المجتمع المدني اللي هم اليوم يتنقلوا عندهم التكوين في التواصل مع الطفل. الجمعية لا يكفي أنك تكون صاحب جمعية وأنك تكون عامل في الميدان، ولكن يجب أن تكون ورشات وكان تحتاج إلى تدريب أصلا، تدريب يعني العمل على الإطار القانوني، على تعزيز لحقوق الطفل، على مرافقة الطفل، على العمل. كل هذا الشيء اللي خلانا أننا كل من قدموه يبقى قليل بالنسبة إلى الجانب الميداني اللي يطلب منا المزيد والمزيد كذلك في إنشاء. أتمنى لكم التوفيق في هذه المسألة، مساعي خدمة الطفولة، هذه الفئة التي كما قلت تحتاج التفاتة منا جميعا للحفاظ عليها من أي الأخطار التي قد تهددها. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أشكرك سيدة عايدة مشري رئيس دراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على هذه المشاركة. الآن مشاهدينا الكرام نعرض هذا البورتلين لمؤسسة ناشئة مختصة في تقطير النباتات العطرية والطبية بولاية البليدة. فكرة تقطير الزيوت النباتية والعطرية بدأت تراود حميد أيام دراسته بالجامعة. الفكرة تجسدت حاليا بعد أن مولت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المشروع. كانت عندي فكرة تاع تقطير النباتات الطبية والعطرية بحكم الدراسة تاعي، لأني مهندس دولة في العلوم الزراعية. تقربت من مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية البليدة. استفدت من المرافقة. المؤسسة تاعنا هي ثمرة تعاون الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولات، استفدنا منها طريقة كما يقول لك شريك مالي عن طريق تمويل المشروع. بالنسبة لمحافظة الغابات هي اللي تعطينا المواد الأولية. مؤسسة حميد الناشئة يشتغل حاليا بها 6 أشخاص بعد توسيع استغلال المواد الغابية غير الخشبية. بالنسبه للتموقع تاعنا في السوق، طبعا احنا رانا مؤسسه ناشئه جديده عندها حوالي عام بالضبط يعني انتاج وعمل. الطاقه الانتاجيه تاعنا رانا نعالجوا تقريبا 1 طن نبات طبي يومي، وحوالي 1 طن بذور، يعني من اجل انتاج الزيوت الاساسيه والنباتيه. يعني الطاقه الانتاجيه تاعنا راهي حوالي 2 طن يومي. نجيبوا الماده الاوليه من جبال الاطلس البوليدي، وكاين شي كاين اصناف نجيبوهم من عند الفلاحين هنايا اللي مجاورين لينا. كاين شي مواد غير متوفره اللي نقدروا نجيبوها من ولايات اخرى. تجربه حميد لاقت النجاح في الظرف الحالي بزيادة إقبال المواطنين على المواد النباتية والعطرية. إذن من ولاية باتنا الآن، وبإمكانيات بسيطة، المهندس عصام بيدا يتمكن من تطوير جهاز تنبؤ وتدخل وإعلام بوقوع تسربات في شبكات الغاز والحرائق. للحديث عن هذا الابتكار معي عبر الهاتف المهندس عصام بيدا. صباح الخير عصام. صباح الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين. شكرا جزيلا لك إذن على تلبية هذه الدعوة. إذن أولا ربما في الأول كسؤال أولي، نتحدث عن هذا الابتكار، عن تفاصيله، عن الفكرة، وأين وصل هذا الابتكار، هل تم تجريبه إلى غيرها من التفاصيل حول هذا المشروع؟ نعم، تعود الفكرة لتطوير هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم ناجيكا، لأنه كون حادثة صارت معي شخصيا، حيث أني خسرت الوالدة رحمها الله أثناء اندلاع حريق في البيت رحمها الله. كان هذا في أواخر 1996. هذا الشيء بقى في ذاكرتي إلى أنه
في 2018 بدات التجسيد تاع هذا البرنامج وهذا النظام. مرت تطوير نظام ناجيكا عن طريق عدة مراحل. في أول مرحلة كان عبارة عن نظام مضاد للحرائق فقط، مما زاد التطوير وزاد الشغف في التطوير هو الحادث اللي وقع في واد سوف في وفاة بعض الرضع في مركز للطفولة. بعد هذا أو أثناء احنا ما رانا نطوره في البرنامج وفي النظام ككل، تتوالى أخبار مفجعة عن حوادث اللي هي حوادث اختناق بالغاز وحوادث وفيات بالغاز، فقلت لما لا نقوم بإزدواجية في العمل فيكون نظام مضاد للحرائق ويكون نظام في نفس الوقت مضاد لتسربات الغاز المختلفة، والحمد لله نجحنا وجربنا النظام اللي هو نظام ناجيكا، بحيث أنه هذا النظام يقوم بالتدخل دون الحاجه الى وجود الانسان، او هو ما يعرف بالطريقه التقنيه اللي هو سيستم دوموتيك. يعني هذه طريقه التدخل كيف تكون؟ ربما قد يتابعنا المشاهد اليوم يقول لك انه موجوده هذه الاجهزه بالسوق، اجهزه الانذار في حال وجود تسربات الى غيرها، ما الذي يختلف عنه هذا الابتكار؟ نظام ناجيكا الذي يختلف عليه أنه هو عبارة عن نظام تدخل، ليس نظام إنذار فقط، هو نظام تدخل وإعلان، وزيادة على ذلك هو نظام إنذار. يقوم النظام في أول الأمر بتحليل البيانات والتنبؤ بوجود تسرب للغاز، سواء كان الغاز هذا غاز المدينة غاز ديزيل، ولا غاز القارورة غاز البوتان، ولا غاز محاني أحادي أكسيد الكربون اللي يكون نتيجة احتراق الغاز سواء في المدفأة أو في سخانات الماء. نعم، يقوم النظام أولا بتحليل البيانات ليعرف النظام، وهذه أهم خاصية في النظام، أن النظام يعرف طبيعة الغاز المتسرب. ثانيا يقوم النظام بقطع الكهرباء، ثم يقطع الغاز، ثم يفتح النافذة من أجل تهوية المكان. في المرحلة الخامسة يقوم النظام بإرسال رسائل نصية لصاحب البيت أو صاحب المنشأة، كذلك يبعث النظام برسالة نصية إلى الحماية المدنية وإلى مصالح صنع الغاز ليخبرهم بوجود خلل في الشبكة أو تسريب أو وجود حارق في المنزل أو المنشأة. زيادة على هذا يقوم النظام بإصدار صوت الإنذار. طيب، هو هذا النظام نظام تقني أكثر شيء، وربما مرتبط بشبكة الأنترنت، ربما هذه الخاصية التي تكون في هذا النظام لما نتحدث عن أنه يقوم بفتح نوافذ التهوئة وإرسال رسائل نصية إلى الجهات المختصة. نعم، هو نتيجة لربما تفادي وقوع انقطاع في الأنترنت، لم نعتمد على نظام الأنترنت بل اعتمدنا على نظام GSM، وهو إرسال رسائل نصية في الهاتف دون الحاجة إلى وجود أنترنت أو ربط بالشبكة. هذا يكون حل أفضل من الاعتماد على شبكة الأنترنت. طيب. صاحب البيت يتلقى رسالة نصية في الهاتف نتاعه. الآن عصام، أنت تحدثت أنه تم تجريب هذا الجهاز وهو يعمل بنجاح، ربما ما هي الخطوات الآن؟ أين وصلت عملية إنتاج نسخ أخرى؟ ما الذي يفكر فيه عصام؟ هل تقربت؟ ربما هل استفدت من آليات الدعم؟ هل ربما يفكر عصام اليوم في إنشاء مؤسسته الخاصة، سيما وأن وسائل الدعم مفتوحة وتطرحها الدولة للشباب المبتكر؟ الحمد لله اليوم في الجزائر كاين اهتمام كبير بهذه الشريحة، هذه شريحة المبدعين أو شريحة المبتكرين، وشخص رئيس الجمهورية نشكره جزيل الشكر على أنه قام بإنشاء وزارة منتدبة خصيصا لنا. احنا بعد ما أنشأنا المشروع الناجيكا وبعد ما جربناه توجهنا إلى الوزارة المختصة وهي وزارة الابتكار والمؤسسات الناشئة، ورانا معاهم في أخذ ورد ونتابعوا في الإجراءات معاهم إن شاء الله، وفيها خير إن شاء الله باش نروحوا ونتحصلوا على لابل مشروع مبتكر في الجزائر، وإن شاء الله نروحوا إلى إنشاء مؤسسة. وأنا ماذا بيا تتوقف الحوادث اللي راي تحدث نتيجة لتسربات الغاز، وباش يكون في علمك وعلم السادة المشاهدين أنه تسرب الغاز داخل البيت لو كان ما يلطفش الله عز وجل القادر يؤدي إلى انفجار، وتكون فيه خسائر في الأرواح، وتكون فيه خسائر تبعنا للأسف.
طيب بالنسبة للمشاريع المستقبلية، أنا أعرف أنك منخرط في العديد من الجمعيات في إطار الجمعيات الخيرية، كيف تساهم كمهندس يعني بتخصصك في المساعدة؟ نعم، في الآونة الأخيرة وخصوصا مع جائحة كوفيد-19 اتصلت بي جمعية تنمية بلا حدود الولائية في ولاية باتنا وطلبت مني مساعدة في تطوير وفي إنشاء مكثف للأكسجين بسعة 10 لترات، ولبيت الدعوة وإحنا رانا نعمله إن شاء الله. المشروع إن شاء الله والبروتوتايب تاعو قريب يكمل، راهو في المراحل إن شاء الله الأخيرة، باش إن شاء الله يكون فيه مكثف للأكسجين بأيادي جزائرية على غرار شباب كثير قاموا به. تابعنا جهود مبذولة من طرف العديد من الشباب في هذا المجال من أجل إنجاز هذه المكثفات الخاصة بالأكسجين. عصام بيدا، شكرا لك على هذه المشاركة ونتمنى لك التوفيق في هذا المشروع. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل. إلى الحصادية الثقافية الآن مع الزميلة لمية طلوت. صباح الخير. صباح الأنوار، صباح النور مشاهدينا، جمعة مباركة أتمنها للجميع. وبداية بالعناوين الثقافية، المسرح الوطني الجزائري ينظم مسابقة صعيد حلمي للعروض الفكاهية، الفيلم الجزائري يد مريم يشارك في مهرجان عمان السينمائي، ومشاركة أفلام جزائرية بمهرجان الفيلم الفرنكوفوني بفرنسا. معهد مهن فنون العرض والسمعية البصر يطرح تكوينات وتخصصات جديدة. إلى تواصل برنامج الحفلات الافتراضية لأوبرا الجزائر بعلام بالسايح. وبداية، حيث شارع المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي في تنظيم مسابقة للكبار فوق 20 سنة في مجال الفكاهة والعروض الترفيهية، أطلقت عليها تسمية الفنان الراحل مؤخرا سعيد حلمي. فما على المشاركين إذن سوى إرسال فيديو العرض مدته لا يتجاوز 10 دقائق إلى العنوان الإلكتروني للمنافسة في أجل أقصاه إلى غاية نهاية الشهر المقبل. إلى جديد الفن السابع، حيث أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما عن اختيار الفيلم الروائي يد مريم للمخرج يحيى مزاحم من طرف مهرجان عمان السينمائي الدولي، أول فيلم للمشاركة في منصتي التسويق ضمن الدورة الثانية من أيام عمان لصناعة الأفلام والمنافسة على جائزة دعم التطوير وما بعد الإنتاج. للتذكير فقط مشاهدينا أن فيلم يد مريم للمخرج يحيى مزاحم أنهى جزء كبير من تصويره في العاصمة، وكذا تم رأسة بطاقم فني شباب من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما بدعم من وزارة الثقافة والفنون. وتحت شعار تكريم للسينما الجزائرية، تحتفي الدورة 14 لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني للأنغوليين بفرنسا بالسينما الجزائرية من خلال عرض العديد من الأفلام الجزائرية بين القديم والجديد، منها وقائع سنين الجمر لمحمد الأخضر حمينة وعمار قتلاتو والعائلة لمرزاق علواش، وكذا عدة روائع السينما الجزائرية الأخرى. أعلنت إدارة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعية البصري عن فتح أبواب المعهد أمام الشباب الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في مزاولة تكوين أكاديمي فني ضمن 4 تخصصات المتمثلة في فن الممثل ونقد مسرحي سينوغرافيا وكذا التقاط الصورة. إذن التسجيلات إلى غاية 9 سبتمبر المقبل، ولمعلومات أكثر يمكنكم الاطلاع على منصة المعهد الإلكترونية ismasdz@hotmail.com. وفي ظل تعليق النشاطات الثقافية وغلق قاعات العروض نتيجة الظروف الصحية الصعبة، تستمر دار أوبرا الجزائر بعلام بالسايح في بث برنامج افتراضي مقترح لمجموعة من الحفلات للأجواء
الحقائق الموسيقية أقول الأندلسية، وذلك عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة، وهذا إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل. كانت هذه مشاهدينا إذن آخر محطة ثقافية، متابعة طيبة وعودة إليكم. شكرا جزيلا لك زميلتي. إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي لختام فقرات هذا الصباح لنهار اليوم، ونترككم مع هذا البورتري لحنان بورايو حول فنانة تشكيلية من عمق القصبة. من وحي هذه الصوامع والمآذن بالقصبة العتيقة، استلهمت الفنانة التشكيلية بسمة جمال الزخرفة ورصعت بها ألواح الخشب. فبين جدران حمام الحوتة حديث فني تتقنه الريشة والألوان الزيتية. نحب بزاف يعني كل ما هو ألوان وكل ما هي زخرفة، ودخلت في هذا المجال لا حتى يعني نعطوا يعني حتى نحطوا يعني لمسات جميلة في لوحات مختلفة، كل هذا يعني مستلهم من الطبيعة، كلها يعني ألوان تعطينا أمل وتعطينا تفاؤل في هذه الحياة. فن جسدته أيضا على سقوف وجدران هذا المعلم الأثري العريق، فلسة الإبداع بعثت فيه الجمال من جديد. قدرت أن نساهم في عمل يعني أسقف في القصبة يعني وترميم أحد المعالم الأثرية، منها يعني حمام قصر الحمراء، واغتنمت يعني فرصة الحجر الصحي قعدت نعمل فيه في هذا الأسقف. زخرفة الخشب من أقدام الفنون الجميلة التي تضفي التميز على مختلف المباني، وفترة الحجر الصحي بالنسبة لهذه الفنانة فترة إبداع وتأمل. إذن بهذه الأنامل الذهبية والإبداع والتأمل نأتي إلى ختام فقرات هذا الصباح لنهار اليوم. نذكر بمواضيع التي تناولناها لنهار اليوم. تحدثنا عن تأثير الألعاب الإلكترونية والجلوس لساعات طويلة أمام شاشات التلفاز وأثرها على التحصيل الدراسي والقدرات الذهنية للأطفال. تحدثنا أيضا في ركن جمعيات عن خرجات الميدانية التي قدمتها الهيئة الوطنية لترقية الطفولة لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق، واستعرضنا نموذج لشاب طموح تمكن من ابتكار جهاز للتنبؤ والإنذار والإعلام بوقوع تسربات في الغازات الخطرة. مشاهدينا الكرام، فقراتنا تمت، برامج الإخبارية متواصلة، ألقاكم غداً.